شفنا احتفالية اكتر منها ان هي مؤتمر صحفي، كلمني عنها. والله مؤتمر صحفي، انت زي ما حضرتك شفرت فينا النهارده وشفتي قد ايه المؤتمر ناجح، نجح بالناس، نجح بالشخصيه، بالشخصيه زي سياده المحافظ قد ايه كان روحه طيبه جدا بين الناس، ادت قوه حضور للسيد المحافظ نائب رئيس نادي سبورت لشبونه يكون معانا النهارده ومعاه الوفد المرافق ليه على مستوى راقي جدا، مستوى ليه باسم نادي الاتحاد وتاريخ نادي الاتحاد. سبورت لشبونه فريق كبير، فريق عظيم، يشارك معانا في نادي الاتحاد في مقاويته يوم 4 اغسطس ان شاء الله، يطلع الحدث بطريقه تليق باسم اسكندريه وتليق باسم نادي الاتحاد السكندري. عايزين نعرف اهم ما اتى في العقود اللي تم توقيعها. يعني هو في عقدين تم توقيعهم، العقد الاولاني هو العقد المباراه، ودي بيننا وبين الشركه الراعيه، والشركه الراعيه يعني متوليه الجزء المالي بتاعها ما يخص موضوع بروتوكول التعاون الرياضي ما بين نادي الاتحاد وسبورت، تبادل المدربين، تبادل المعسكرات، تبادل الفرق، تبادل الناشئين. فانا شايف ان الموضوع اخذ حيز محترم جدا، واتمنى لك النجاح هذا البروتوكول، والبروتوكول ده تفعيله ان احنا فعلا ان احنا ناكد على تفعيل كل البنود اللي فيه. حضرتك كلمت ان قلت ان المقاوية كلفت 6 مليون جنيه، عايزين نعرف يعني 6 بالظبط. انت بتتكلم الفرقه الوحيده بكيف 4 مليون جنيه، يعني حوالي 250 الف. كتير على النادي، ما قلت لك في شركه راعيه نادي الاتحاد، مش هتكلف، مش هيكفي الحاجه خالص بهذا الموضوع. موضوع نادي الاتحاد مش هيكفي الحاجه، وامتى نادي الاتحاد بيكفي الحاجه في حاجه زي كده؟ موضوع بعيد عن نادي الاتحاد، انا بقول الشركه الراعيه هي اللي متوليه هذا الموضوع، وبعض الناس مش هتكلم مع نفسي، بس الامور الحمد لله لحد كبير محترمه يعني.